السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في الحلقه الرابعه من الموسم الرابع من برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم. وحلقتنا اليوم عنوانها يا ناس عالم الجرائم. لماذا نطرح موضوع كما عالم الجرائم؟ طبعا مهم، لان احنا صورنا حلقه كامله في الموسم الاول وحذفناه. تخيل يا عبد الله، على مدار تقريبا سنتين منذ تصوير تلك الحلقه، كميه الرسائل والمسجات اللي وصلتني واللي وصلتك بدهم يعرفوا شو اللي انطرح. الناس وصلوا مرحله انهم يوقفوا لنا برا يقولوا تكفى اعطونا معلومه واحده بس من الحلقه اللي انحذفت. طب هذا بطرح سؤال قوي جدا، شو الفرق بين حلقة اليوم والحلقة الماضية اللي انحذفت؟ سؤال وايد مهم، لأن يا محمد احنا الحلقة اللي سويناها وحذفناها كانت كل معلوماتنا حرفيا عن جرائم فقط، قصص جرائم، قصص جرائم فقط. ولكن حلقة اليوم عاملة ميكس رهيب جدا يا اخوان، حيكون فيها قصص نعم، بس فيها كمان معلومات عن عالم الجريمة. يا عفو الله، شو رأيكم تتثقفوا في عالم الجريمة؟ يعني مثلا هل كل دولة تطبق حكم الإعدام؟ طيب هل سمعت عن أفخم سجن في العالم؟ طيب هل تعلم أطول مدة سجن فيها شخص؟ طب هل تعلم أن بعض الدول سامحة بالمخدرات؟ هاي كلها وأكثر راح نعرفها في حلقة اليوم. دائما بنحكي لكم يا جماعة إنه في كل حلقة $1000 رسميا توصلك يا إنسان فوق أي أرض وتحت أي سماء. بس كيف؟ كل اللي عليك تسويه إنك تدخل عليه في الإنستغرام، بتلقى بوست الحلقة، اكتب في الكومنتات معلومة إحنا ما قلناها عن عالم الجريمة. وكأني أنا بصير بحضر حلقة الجرائم بس مكتوبة كتابة عند عبد الله في البوست. وإحنا راح نسحب عشوائيا وشخص راح يفوز $1000. وبالنسبة للي فاز في الحلقة السابقة، هذا هو رسمي حسابه وتم التواصل معاه من قبل فريق العمل. وألف مبروك عليك $1000. عندنا هدف ولا بنسوينا، بنوصل 4 مليون قبل نهاية سنة 2023. طيب تعال أنا عبد الله أجرم في حقك في لعبة حجرة ورقة مقص حتى إني أبدأ الحلقة أنا بالمعلومة. تعال قصك. بإذن الله تعالى الفوز إلي. حجرة ورقة مقص. أي. معلومتي الأولى يا محمد، وانت تعرف جوي وين؟ التصنيفات أكبر أكثر أصغر أغلى. والله العظيم إنك شاطر، أرقام قياسية في عالم الجرائم. عفو الله، بداية مخيفة جدا. يعني تخيل أول معلومة عندي، أكثر شخص سوى جرائم في حياته. بكره بكره تخيل. بكره أكيد سيئة. تخيل ميدالية أكثر شخص سوى جرائم في حياته. تربية سيئة، بيكون رب بشكل سيء، ورب الكعبة أبوه أمه ما يعرفوا يربوه. شوف الإنجاز اللي مسويه، أنا أكثر شخص سوى جرائم في حياتي. أحد إنجاز، أولاً نبي نعرف الشخص هذا من وشنو لقبه. لقبه الوحش. هيك اسمه عن جد والله؟ لقبه. أوكي هيك لقبه. أوكي إحنا هني قاعدين نتكلم عن الكولومبي. آها هاي أول معلومة. الوحش هذا شو اسمه؟ لويس جرافيتو. والله اسمه خرافي، والله خرافي، ذبح العالم كلهم. تعال اسمع عنه شوي. الوحش عنده 138 ضحية في رقبته، هاي اللي مسجلين فوق 300 يمين يسار ما حد درى عنها. يعني ال 138 هو اعترف قال انا ذبحتهم، 138 انا ذبحت، بس في 300 هم يدرون انه ذابح بس للحين ما عليه دليل. تكفى 138 جريمة قتل اللي مسجلين، انت حنخلف 300 كم يبيلك عشان تذبح هالعدد؟ يعني مثلا 10 سنين، 15 سنة؟ لا 20 سنة. بدأ من 1992 هو حب كذي ان ذا الولد الغافري ست ميلادك يبلش جرائم. صح والله. هو حاب الشيء ذي، هو كان حاب الشيء ذي. لين سنة كم يعني جرائمه من 1992 لين سنة كم؟ بدي اقول 2007. 15 سنة. 1998 يوم فازوا فرنسا بكأس العالم. وفرت عليك الكلام. صح والله. صح والله. الحيوان حيوان بست سنين قتل 138 انسان. هون في عندي ملاحظتين، اسمح لي اتدخل. عندي ملاحظتين. الملاحظة الأولى قتل مرة اثنين ثلاثة أربعة، وين؟ ليش ما يمسكوه؟ هذه ملاحظة أولى بدك تجاوبني عليها. الملاحظة الثانية، يا أخي ليش بحس الجرائم أكثر في تلك الدول؟ في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، عندهم كثير الهرج والمرج والقتل. وإحنا ليش دائما نقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان يا محمد؟ محمد أنا آسف، هناك وش هناك؟ لو الشرطي صادق تحط $200 بس في مخبأ. خلنا ساكتين يا محمد، لا تدخلنا في الأمور. هذه بروح حلقة ثانية عن الفساد. إذا عندهم كثير فساد أكثر منا من مناطقنا العربية لو قدر. طبعا عندهم. يعني حتى عفوا مش بس مناطقنا إحنا، حتى يعني مش آسيا ولا إفريقيا ولا. أنت دخلت عميق محمد، إيش تبي بالضبط؟ شو اللي تبي توصل له أنت الحين؟ إنه هدول. أنا ما فهمت. إنه هدولك هذيك القارتين اللي جنب بعضهم اللي ملزقات مع بعضهم بهيك. هدولك عندهم كثير القتل، ليش؟ مش عارف ليش. التربية والتنشئة يا عبد الله، التربية والتنشئة. ما عندهم محمد عدنان يربيهم، ما عندهم. واحد يصارخ عليهم كل يوم على فرنسا، ما عندهم. فيش عندهم برنامج تحدي المعلومات، فيش أخلاق، منظومة الأخلاق. فيش عندهم وقت، اللي قدامك ما عنده وقت يقول معلومته، اسكت شوي. طيب. شوي. أوكي. معلومتي والله معلومتي أنا فزت حجوم القص، فزت معلومتي محمد والله وبدون مبالغة. كل اللي قلته يهون. قدام المعلومة هذه ضحاياه. أيوة. كلهم أعمارهم تتراوح. ما بين 6 سنين. والستة عشر سنة. أطفال.
جوا يقتل الأطفال. بيقدروش يقاوموا عشان هيك. بيقدروش. هم مشكلتهم إنهم بيقدروش. والقهر إن أغلبهم أطفال متشردين. بيجي على حاجتهم شكله بيجيبهم على حاجة. يستغل احتياجاتهم ثم يقتلهم. حركة خبيثة. I got candy. Yes I want please. ولما مسكوه يا محمد مسكوه كل التهم اللي عليه نفس اشوف شكله والله احكموا عليه بكم سنة في السجن اذا بدي اقول كل واحد اخذ فيه مؤبد 25 سنة اضرب في 138 تطلع 3450 سنة 3450 سنة 1853 سنة شو هذا النص ما بصير ظلما لكن للأسف الوحش طلع شاطر إيش؟ وفي السجن كانت أخلاقه عالية جدا حبيت زيك محترم روع ويمشي ويعلم ويسولف وياخذ ويعطي حبوه حتى الشرطة حبوه تاب تاب أعشق التوبة والله فمن 1853 سنة خففوا عليه الحكم وصارت كم؟ كم؟ 22 سنة إخس القانون ضعيف جدا في كولومبيا شلون اكتاف القانون تكفى جسم القانون صغير وملزق الاكتاف ملزق بعضها والراس غير انف الرقبه تحت ومن تحت الريوله مثلثه جي عندي تحليل عبد الله انت قلت لي انه كان في السجن اخلاقه عاليه صح ما له حل شاطر يبدو انهم حطوه في سجن الكبار مش الصغار ما في صغار بتقعد على 16 تحت نقطه ضعفه وعلى فكره في احتمال انه يطلع هالسنه ايش؟ ها؟ ضبوا اولادكم ضبوا اولادكم محمد انا متاكد ان في متابعين انصدموا من الحكم 1853 سنة حكم على شخص واحد تحس اصلا ما تدخل المخ شل سنين الوايد لا لا تعال انا دخلت لك في الحتة الثانية من المعلومة عطني توقعك لأكثر مدة حكم انحكم فيها انسان في التاريخ عطنا رقم محمد لأعلى محكومية ما بعرف شو بده يكون مين هذا بده يكون مين مش فاهم انا مين بده يكون ايش قديش ايش فيه مو برجل ترى الصدمة هني قبل ما اقول لك الرقم مو برجل بنت اسمها شاموري من تايلاند كم تايلاند كم تالا كم بدها تكون شو عامله شو مسويها حبيبي اعطي رقم 15000 فوق طبعا 17000 سنة فوق 18000 سنة فوق سيدنا عيسى بعث قبل 2000 سنة فوق شو في هنا فوق 50000 سنة فوق احنا بطلع الكذب في البرنامج هذا كذب قالت لك كم تالا اعطي رقم عملت اكبر خيانة عظمى في تاريخ البلد 100000 سنة والله رقمي خرب فوق مستحيل 200000 سنة ايش دعوة دبلتها محمد ورب الكابل وتجيب الشابو مع بابل اسكوبار ما يجيهم الحكم هذه شاموري ما لها حل 141000 سنة محكوم على السيدة شاموري شو عاملة؟ يعني شنو كانت تهمتها مثلا؟ مثلا كانت يعني هل مثلا كانت تتابع تحدي المعلومات وما حطت لايك مثلا؟ هذه تهمة كبيرة لأنها تهمة هذه تهمة كبيرة هذه فيها 24.5 أكثر من 16000 سرقة سرقة فوق المليونين دولار وبعض اللي سرقت منهم من العائلة الحاكمة هذه يوم سرقت من هناك زاد المده ها شو هالكلام هذا سرق طعيد هاي اخي اسمع اللي بعدها سريع عطني اقصر مده انسجن فيها انسان في التاريخ كحكم بحكم مو بواحد راح التوقيف وطلع لا لا كحكم عليه اخذ حكم في المحكمه الله عليك من القاضي نعم بثلاث ايام للاسف انها مش بالايام يا محمد حتقول تحت تحت 20 ساعه 50 دقيقه يا محمد أقل من ساعة شو جدول القاضي ليش 50 دقيقة؟ 50 حلقة تحدي معلومات عن جد؟ يدخل يشوفه يتعلم ويطلع عن جد والله وإذا نسى اللايك ورب الكعب أعطي سنة زيادة وبشذي يا محمد أنا أعطيتك شوية أرقام قياسية في عالم الجرائم حبيتك كثير وكانت بداية موفقة جدا يا عبد الله سلام عليك 8.4 شكرا شوف يا عبد الله لما تسمع يا عبد الله كلمة أفخم بيخطر على بالك أفخم فندق أفخم سيارة أفخم يخت أفخم نعم. سجن أما يجي عندك أفخم سجن في العالم ما بزبط متعني تكفى إيش دخل إرر إرر دلع 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 شكله دلع العالم كيف أصلا السجن ما هو هو عقاب نعم. على شيء غير أخلاقي أو غير قانوني قام به الإنسان نعم. فكلمة أفخم وعقاب ما بتزبط تنافر عبد الله أنت قبل فترة يا عبد الله استضافتك شركة رولز رويس وأخذتك على دولة كثير برد اللي هي نرويج النرويج اوف هيا بنا لنطلق برحله رب الكعبه بارد مارس 15 نعم هيا بنا لنطلق برحله الى دوله النرويج بالعاده يا عبد الله كيف تكون شكل وجسم السجون عباره عن يعني قاعد اتخيل عباره عن سمنت طوف بيبان حديد طوف يعني جدران يا اخوان جدران ايه ثيران على جنب مصاخه قذاره شوي احس مبنى قديم ايه الشمس بتدخل قليل نعم النفسيات نفسيات الموظفين سيئة من الريحة الناس مساكين ونفسياتهم مدمرة جدا وبستنوا تعبت نفسيتي رجعني للحياة وشنو هالسجن يا عفو الله ولكن احنا الان احب حركة سيمبا نعم احب حركة سيمبا هذه نعم ولكن احبها قول الان في النرويج وبالتحديد في مدينة هالدن هناك يا عبد الله في هالدن يوجد سجن جبار
بار تم افتتاحه في سنة 2012 حلو. كلف 252 مليون دولار. طيب حتى أنا عبد الله معلومة قيمها ثلاثة. لا بس معلومات جبار بس. لا ثلاثة ونص. سويتها دي. ايه. تخيل معي عبد الله إنه جميع السجناء معهم مفاتيح زلازينهم في جيبهم هيك دافين هون. وبيختاروا هم وقت ما بدهم ينسجنوا وقت ما بدي أنسجن وقت ما بدي أطلع أتمشى كيف. هاي أسهل من الخدمة الوطنية اللي أنا كنت فيها. روعة روعة. اسمع عبد الله مش بس هيك. أنت عارف عبد الله عنده في الغرفة إيش فيه؟ الزلزال ايش فيه؟ ايش فيها؟ يعني ممكن انا اذا ببالغ نعم تلفزيون وربي كان تلفزيون ولكنه شاشه مسطحه جباره زي هذا يا عبد الله. مش بس هيك يا عبد الله، عنده دش خرافي ساخن وبارد على كيف، وعنده سرير مريح، عنده ثلاجه، عنده مطبخ، عنده خزاين ومكاتب من خشب لسنوبر بزنس كلاس ورب الكعبة ما في شيء. ومش بس هيك يا عبد الله، عندهم نوافذ كبيرة مطلة على الطبيعة اللي خارج السجن، بيقدر يطلع يدمشي يطلع لا يتفرج برا. عسى ما شاء شاليه شاليه ورب الكعبة. خير اطلع واحد تعال محكوم عليك بالشاليه ويسي شاليه ورب الكعبة. دلع. مش بس هيك يا عبد الله، نص العاملين في السجن من النساء حريم. نعم. ولا تقول لي مسموح لنا يختار ما بينهن. يختار ايش ما بينهن؟ ما في شيء مسموح، متى يدخل متى يطلع انا اختار بكيفي المرة اللي ابيها. لا لا يا عبد الله ما في، هم يعملنا هناك. انت اصلا قلتها كميزه محمد. nope. نص اللي يشتغلوا نساء. ليش سنس؟ انه ليس فيهن طبع الغضب وال يعني العنف. يعني النساء لا يغضبن. يكذبن بس لا يغضبن. هذا بالنسبه للعاملين في السجن، ولكن حراس السجن يا عبد الله اغلبهم مهيئين هم يمارسوا ايش؟ شو تتوقع يمارسوا ايش؟ العنف مثلا؟ لا على الإطلاق والله لا يمارس العنف، يمارس الحياة والأنشطة والرياضة والأكل مع المساجين حتى إنهم يتكلموا معهم ويحفزوهم. يتولفون. نعم يحفزوهم للاستمرار. هذا معسكر صار. روعة في الحياة روعة. أنت قاعد مع سجانك الحارس تبعك بتاكلوا مع بعض. طيب شو بيعمل يا عبد الله السجين خلال الأسبوع؟ بيضلوا طول الوقت في رفاهية؟ لا طبعا. أوكي. طبعا لازم يجهزوا للحياة إنه يرجع إنسان جديد على الحياة، فلازم يمارس بعض المهارات داخل السجن. فمثلا بيعملوا لهم دورات ومهارات تطويرية. منها مثلا هم بيعلموهم الجرافيكس داخل الاستوديو، بيعلموهم الطهي، بيعلموهم بعض الفنون الميكانيكا، النجارة داخل الورشات. والله ممتاز. طبعا ليش؟ والله ممتاز. طبعا عشان لما يرجع المجتمع مرة ثانية يرجع إنسان عامل يدخل في بزنس في شغل كل شيء عنده. طبعًا. باقي يوغا ومساج بس طبعًا. يعني حتى يتحول إلى عالة على المجتمع، يطلع يضله حبيس مكانه. أيوة. أو يرجع مرة ثانية للجرائم والوسخ اللي كان يعملها. ما بالك يطلع شخص متعلم وفاهم ويداوم ثاني يوم. ختم علم المسجنة. طيب يا عبد الله بيجيني الآن واحد يقول لي يا محمد طب على كل هذه وسائل الترفيه اللي عندهم ليش ما يغادر السجن؟ ليش ما يطلع؟ لا يا حبيبي على الرغم من كل وسائل الترفيه والاستمتاع اللي عندهم ولكنه يا عبد الله يبقى سجن ولازم تنفذ محكوميتك. في النهاية أنت إنسان مسلوب الحرية. والله صح. ما بتعمل اللي بدك إياه. على فكرة هذا السجن من أكثر السجون حراسة لأنه محاط بجدار خرساني سميك وطويل مستحيل تسلقه، ارتفاعه 7 متر. والله يا محمد تبي الصراحة ترى فعلا ضيقة خاطر، ضيقة خلق انك ما تطلع من المكان حتى لو كان من ذهب. تبي تطلع يا اخي الحرية، تبي تطلع سبحان تطلع. الله. يعني فكر فيها، انا بحط عصفور داخل قفص وبخليه من ذهب وبخليه الالعاب. افتح له الباب بس. ما في مقارنة. افتح له الباب. ورب الكعبة يطلع. يطلع طول. يطلع والله. ولذلك عبد الله الفكرة عندهم من السجن هي إعادة التأهيل وليس العقاب، ودليل ذلك أنه يبقى مواطن له كل حقوقه الكاملة، له حق التصويت والتعلم والصحة، فهم يسلبوا منهم الحرية ولكن ليس حقوقهم، ولذلك في النظام النرويجي حكم المؤبد ممنوع عندهم مش موجود، ولكن أقصى محكومية هي 21 سنة، فالفكرة مش أن أطلعك على المجتمع ترجع حاقد على المجتمع كاره مجرم من جديد، الفكرة رجعك إنسان عامل عنده مهارات تساعده انه يرجع من جديد انسان في المجتمع. وهيك يا عبد الله بكون اعطيتك معلومه عن اضخم سجن في العالم، مصدره تحدي المعلومات. شوف يا محمد للامانه نعم. معلومتك ترى هي 8:30 لكن انا ادري تيم المغربي مينون مينون وحط صور وحط فيديوهات واو خذ لك 9 بالتمام والكمال. شكرا اخي شكرا. قطار الموت هاي اللي كنا فيه فاز بجائزه جينيس كأعلى قطار موت داخلي ارتفاعا في العالم. احنا الان موجودين في مدينة العاب دوحة كويست في واحة الدوحة. تعرف يا عبد الله كم مساحتها؟ كم؟ 32,000 متر مربع. وعلى فكرة ممتعة جدا للكبار والصغار. اتفق. دوحة كويست فيها اكثر من 40 لعبة متنوعة. يا فلان. ميكس روعة من العاب التشويق والحماس والعاب المحاكاة وتجارب الواقع الافتراضي. والعاب الركوب المخصصة للاطفال ومرافق مناسبة للعائلات التي تقدم جميعها تجربة لا مثيل لها في الدوحة. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والله ما لهم يتشاهدون، هاللعبة فايزة بجائزة جينيس. اعلى برج هبوط داخلي في العالم.
استوحت دوحة كويست ألعابها وتصاميمها من مفهوم الزمن. المدينة تنقسم لثلاث أبعاد زمنية: الماضي، الحاضر، والمستقبل. إيه أما اللعبة موجودة؟ آه. تكفى السماء؟ دولاب الجاذبية. اللي شيء؟ لا. أبيها 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 أبيها. كويست مدينة ألعاب ممتعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. واللي مثلي يموت في الأكل لازم تجرب المطعم المشهور عالمياً بلانت هوليوود. ولا تنسى تأخذ لك لعبة أو هدية ونطالع من متجر تايم كويست. جاهز حق معلومة ثانية؟ جاهز. اللي عنوانها أحكام الإعدام. إعدام إعدام الآن. يلا. انطلقنا. وصلنا للمعلومة المنتظرة يا محمد. شوفي والله العظيم اني انطرح بدون مبالغة بدون مبالغة. أيوة. كيف تتعامل الدول مع جريمة القتل؟ شنو عقوبة جريمة القتل؟ انت ممكن يجي في بالك وفي بال المتابعين على طول اعدام. ولكن الصدمة يا محمد ان 142 دولة حول العالم ألغت عقوبة الاعدام. وعلى فكرة انا اتكلم عن جريمة القتل العمد. ولكن قبل كل ذلك ما سنه ديننا الحنيف يا عبد الله، لأنه جعل القتل واحد من الكبائر. طبعاً طبعاً. نعم. في ديننا اللي يسرق يقطعون يده. والقاتل يقتل. من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. يا كبرها. ومن أحياها بالمقابل فكأنما أحيا الناس جميعاً. ولكن بالمقابل في 56 دولة إلى الآن تطبق عقوبة الإعدام. إيران. الباكستان. لا لا لو بتخليني أقعد أذكرهم. مصيبة حمد. لا 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 مصيبة تطلع الشمس والله نتكلم. لا 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 حاول تشاطر عمل هذه مثقف. تعالوا هني خلونا نقول 56 دولة كيف تطبق حكم الإعدام. ورب الكابينة معلومتك متاحة كمل. اسمع معي التنوع اللي راح يصير، ومع العلم إن في بعض الدول عندها أكثر من طريقة حكم الإعدام. خلنا نبلش طريقة طريقة يا شباب أصحاب القلوب الضعيفة. لا يتخيلون معانا لما أنا أقول الطريقة، لا تسمعها كمعلومة جميلة. الطريقة الأولى يا محمد إيش هي؟ الرصاص. المؤلم. يكونون في أكثر من شخص طبعاً، أو قد يوصل لخمس ست سبع أشخاص ممكن 10 أشخاص. نعم. كل واحد فيهم عنده سلاح. نعم. وكلهم أسلحتهم مفرغة ما عدا شخص واحد، لكن لما أقول لك مفرغة إلى الآن فيها الصوت بوف راح تحس، لكن ما تدري هل أنت اللي أطلقت الرصاصة أو لا. ليش؟ علشان قلبك ما يعورك وتحس انه والله انت اللي ذابح. ورب الكعب معلومه مرت علي وانت تذكرتني فيها. احسنت انت لحد الان لحالها هيك هيك وصلت 6 7 تقريبا في المعلومه. روح. طبعا هالكتيبه اللي مختصين بالاعدام بالرصاص يختارونهم بعنايه، مو بواحد اهبل ضارب غلط ضارب كتفه ومعذبه. لا 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 يختارون واحد صح عشان يضرب صح عشان يقتل بسرعه. رامي صح. رامي ممتاز. وتجري عمليه الاعدام بوجود بعض القضاه والاعلام. الاعلام موجودين، تخيل قنوات الجرايد موجودين، بس في شيء حلو يسمحون للمحكوم عليه انه يكتب وصيته ويؤدي عباداته على حسب ديانته قبل الاعدام. على فكره موجوده الطريقه هذه في بعض البلدان العربيه مثل مصر والعراق، وتطبق في دول اخرى مثل الصين وفيتنام وغينيا الاستوائيه. خلينا ننتقل للطريقه الثانيه في الاعدام. ايش هي؟ استغفر الله ليش حب المعلومه. عن إعدام. جد. اعدام اعدام عن جد. قلنا الرصاص صح. اه. انجلي الثانيه ايش هي؟ الإعدام شنقا حتى الموت. يوجع. طيب خليني أشرح لك الشنق بطريقة علمية الله يبعده عنا وعنكم. الشنق إنه يحطون حبل حول رقبة المدان. حبل مش عادي وفي له ربطة معينة. صح. تشوفها كيف تكون معقودة عقد كثيرة ويربطون أيادي. نعم. علشان ما يقدر أو يحاول إنه يفك نفسه من الحبل ويرفعونه شلون بكر. عفو الله. حتى يموت الشخص خنقا. وممكن وهذه شفتوها يمكن في الأفلام إنه يجري الإعدام شنقا، لكن شلون يوقف الشخص اللي محكوم عليه على منصة تفتح فيسقط. صحيح. فيموت الشخص مخنوقا. آه. لا ده في كل حلقة بيطلع واحد جديد. إيش فيه جديد يعني جديد؟ ما أحب يسولف إلا بالشنق. شو مشان سيارة؟ لا احكي لكم موضوع الشنق والله. بس اسمح لي اول شيء المس صلعتك. كرا حب دخلاتها ما عليك. كما بات متعارفا عندنا في البرنامج امسك صلعتك ثم انطلق. يلا. قول. شوف الشنق أساسا يعتمد على كتير شغلات، من أهمها سمك الحبل يلي بيلتف، طول الحبل، مسافة ارتفاع الشخص المحكوم عليه. كل هاي الظروف لازم تكون مدروسة تماما بحيث انه عملية الشنق صح تم صحيح. حتى الوزن الأرض. يفرق وزن الشخص، طوله، ارتفاعه على الارض، تخيل كل هاي العوامل حتى نحصل عملية اعدام صحيحة خالية من الاخطاء بدون تعذيب. نعم. وبالتالي كانت عملية الشنق لو طبقت ضمن كل هاي الظروف الصحيحة، اول ما يسقط الشخص هذا تنفصل رقبته عن جسمه فبيموت دماغيا 3-4 دقائق بيوقف قلبه والسلام عليكم. ولكن لأنه عملية الشنق ما بتتم بالطريقة الصحيحة، ما بتصير كل الدراسات هي كم وزنه كم ارتفاع الحبل كم كذا. أوكي. في القرن 18 أعدموا امرأة. أيوة. بنفس الطريقة هاي بدون دراسات. أيوة. ونزلوها وشالوها. ضلت حية. يا عفو الله الألم اللي عاشته. ضلت عايشة قانونيا نفذ الحكم. طيب. أطلقوا سراحها ومشيت. من بعد هذاك الوقت تغير مسمى الحكم من الإعدام شنقا حتى الموت. عليك يا فنان.
معلومة لكم. اي والله شكرا لمداخلتك الواو في معلومتي. وهذه الطريقة الصحيحة للإعدام يا محمد، لأن الإعدام الغاية منه مش التعذيب، في فرق بين التعذيب وبين الإعدام. نعم. فأنت لما تنزله فجأة يموت على طول في لحظتها. نعم. ما يتعذب بالخنق، وإذا شفته ينازع نعم هذا معناته في خطأ كبير في تنفيذ العملية. ولا ما أصعبها يا إلهي. عرفت أهمية وجود الإعلام؟ سببين رئيسيين، السبب الأول الحركات هذه ما تستوي من سوالف التعذيب وغيره، والسبب الثاني أن ينقلون الأمر الصعب هذا برا فالناس تتعظ وما تطيح في الجرائم إن شاء الله. ودولنا العربية اللي تطبق هذا النوع من الإعدام الشنق عراق، سوريا، مصر، السودان. طبعاً بتقولي شلون العراق تكرر؟ مثل ما قلت لك إن في دول تتكرر عندها أكثر من شكل للإعدام. الحين نجي حق الطريقة الثالثة في الإعدام. بقول كلام قوي محمد. هاد أعشق. الطريقة هذه تنفذها دولة واحدة في العالم فقط. مين هي؟ دولة عربية. لا هي رجال. يا أخي بساعدك ركز. المملكة العربية السعودية، آسف خلاص. المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم اللي تطبق حكم الإعدام بقطع العنق. صحيح. تعال اشرح لك شلون يطبق هذا النوع من الإعدام في السعودية. يثبتون المحكوم عليه على ركبته بالطريقة هذه. نعم. يكون مرجع يدينه ورا ويغطون راسه بكيس غالبا يكون أسود فما يشوف أبدا، وبعدها يجيك السياف. ودائما نلقاهم ما شاء الله جسم قوة. انت بيكون واحد ضعيف وما يكمل الذبحة، هذه مصيبة. ونرجع لموضوع التعذيب يا ناس. نعم. فهذه لها رجال متخصصين، جسم ما شاء الله بتلقاه قوي، شال سيفه ويكبر يسدد بأقوى ما عنده. فجأة الرأس في صوب والجسم في صوب، بس موتة سريعة ما فيها تعذيب. نعم. ترى لو تفكر فيها. نعم نعم. ترى جد ما فيها تعذيب، قطع الحبل الشوكي مباشرة. ننتقل للطريقة الرابعة في الإعدام، وتكاد أن تكون في دولة واحدة فقط، احتمال كبير انها في دولة واحدة، هذا على حسب السيرش مالي. عطني الدولة وعطني طريقة الإعدام. لا يا عبد الله، انا ما بعرف 100%، ولكن اذكر انه دائما بقول انا انه اجمل فيلم انا شفته في حياتي هو فيلم ذا جرين مايل. يابا. سنة 1999 توم هانكس ابدع في هذا الفيلم، كان عبارة عن عنبر، وعمليات الإعدام تكون عن طريق الكرسي الكهربائي. سلم عليه محمد. الكرسي الكهربائي الذي يطبق في الولايات المتحدة الأمريكية. يلا نشرح الطريقة. يقومون بتثبيت المحكوم عليه على كرسي من خشب. حسنت، وليس من الحديد حتى لا يحصل تفاعل. يحلقون شعره زيرو ويحطون نفس الإسفنجة فيها ماي. نعم. ويربطونه بأزرار كهربائية تشحن بتيارات عالية الشدة عدة مرات متتالية في ثواني معدودة عشان يموت بسرعة، فيموت الشخص فوراً مثل ما شفنا في فيلم جرين مايل، مع انه قاوم زياده ما شاء الله كان جثه. نعم نعم نعم. يلا ننتقل للطريقه الاخيره من طرق الاعدام، الحقنه السامه. استخدموها اول مره في امريكا في سنه 1982 كبديل لشنو؟ لكل ما ذكر سابقا تقريبا، للشنق وللصعق الكهربائي والرصاص. من منطلق ايش؟ آه. انها ما تسبب معاناه شديده مثل باقي طرق الاعدام، اتمنى. لكن قبل أن يتبين في عدة حالات. إيش متوجع كثير بين هالإبرة؟ بالضبط يا شاطر. إيش؟ قبل ما يكتشفون في عدة حالات أن فرق الإعدام تلقى صعوبة في أنهم يلقون العرق المناسب اللي يحقنون فيه الإبرة، وكان هالشيء يسبب لما تحط الإبرة في العرق الغلط شلل وآلام شديدة على المحكوم عليه. تدري شلون وضع الألم؟ كيف يشعر؟ كأن كل جزء في جسمك فيه نار. يا عفو الله. طبعاً هذا يعتبر غباء من الأمريكان. خلاص ارجع عيش لو سمحت، بكمل معلومتي. ارجع عيش. هاي من غباء الأمريكان، على بالهم إن الإبرة ما فيها دم ولا فيها إنها بتكون سهلة. ما أدري إنها بتكون أصعب من باقي طرق الإعدام. دمر الجسم من جوا، قتلوه. شوف يا محمد. الطرق تختلف في الإعدام. نعم. لكنه يبقى إعدام وموت في النهاية، بس طريقة عن طريقة تفرق. لكن نقدر نقول إن الحمد لله انتهت الطرق القديمة اللي كانوا يسوونها وقت الإعدام، مثل النشر بالمنشار. ألم مستمر. أو ربط، هاي غريبة، هاي جديدة عليكم. أو ربط أطراف المتهم. الأربعة. فيش. مع أربع خيول. أيوة. يطلقون في كل مكان. أوه تمزعت مزع. يا اوف الالم اليمين اللي هي فوق فوق. او الثور النحاسي اللي تكلمنا عنه في حلقه الاختراعات، تذكر؟ صال يومها. لا ما شافها قد اختراع. لا ما شافوها؟ اختراع الاختراع، تخيل عقب هو مات فيه. حركت عليك، تستاهل. ليش ما شفت الحلقه؟ ليش ما شفت الياهل؟ ففي ختمه هذه المعلومه الصعبه، ترى في النهايه هو اعدام وموت. اعدام لشخص احتمال كبير انه تاب في دنيته، لكن لقى حتفه خلاص في النهايه لازم يموت بالاعدام. فاحنا ليش نعذبه وليش نوصل لهالطرق؟
انهي حياته باسرع طريقه. هذه وجهه نظر طبعا. وسؤالي الصعب الحين يا محمد ما اسفني بسالك اياه، لا قدر الله لو قالوا لك اختار طريقه اعدام لهم صعبه بصراحه، ولكن يمكن اسهلهم والله تعالى اعلى واعلم يمكن الطريقه السعوديه بالذبح المباشر، بس بشرط ان يكون السياف جبار. بصراحه اجت في بالي يا محمد بس بعد في الم هني بحس بدايه لمده ثانيه. ما انت قلت بيوجعش ثانيه زين الرصاص شلونه تمام ولا خبل ما توفق يجيني واحد احول ولا مصيبه. قيم معلومتي يا محمد يا الله ثقيلة. يا عبد الله لا اظن انه في اي معلومه في اليوتيوب لو تبحث عنها فصلت موضوع الاعدام وطرقه كما انت فعلت يا عبد الله بن راشد الغافري سلم علي 9.2. والله العظيم انك انصف. بحبك الله بحبك بحبك باخذ المعلومه بعرف وين مكانها وبقيمها قياس على موجود في اليوتيوب ما في زيه. الله عليك اي صح اثنين حق عادل صح صح عادل تدخل وين تو حق عادل يستاهل. حكيني يا عبد الله في حلقه اليوم عن جرائم متنوعه بدان، وكنا نذكر دائما كلمه اثناء التحقيق اثناء التحقيق اثناء جمع الادله. تعال أنا نركز ونسلط الضوء على هاي المرحلة بالتحديد، مرحلة التحقيق. التحقيق بتفصله لي أنت اليوم. ولا إليك جاء محمد عدنان وبرنامج تحدي معلومات. أوف كيف سحبت عليك فجأة؟ عادي هو عبد الله الغفري. عبد الله الغفري. آسف. في بعض الأفلام والمسلسلات البوليسية بتيجي هذه اللقطة يا عبد الله اللي بنضحك عليها دائما اللي هي بيلبس فيها المحقق النظارات الشمسية. تحس فيه كمية أدرينالين جبار بيجي عند المشاهد. عمرك طبعا شفت هذا. طبعا. بيلبس النظارة الشمسية وبيخفف إضاءة مكان الجريمة. وبيبدأ عبد الله شو يسوي؟ بيرش مادة سحرية على السجاد. أي حاجة يكون لابس قفاز. لازم يكون لابس قفاز أبيض صح. وفجأة تظهر بصورة مرعبة جدا دماء الضحية المسكينة. من وراء الرش؟ من وراء الرش. المادة الغريبة العجيبة. هي ضحية مسكينة ولا ملبوسة؟ عيونك على فوق ليش؟ بتفكر عبد الله إنه هاي المادة المرشوشة هي خيال علمي؟ لا والله هي مركب كيميائي حقيقي. هذا مركب السحر يا عبد الله اسمه اللومينول. سمعت الاسم الكيميائي العلمي فكرت إنه حكون ممل. أنا ممل أو أكون أنا ممل؟ هتستمتع الآن بشرح جبار جدا. هذا يا عبد الله المسحوق الجبار هو عبارة عن خلطة من. أبي أعرف قل لي. أنا بقول لك هيدروجين نيتروجين أكسجين وكربون. بيجي عبد الله المحقق بياخذ هذه المواد الأربعة وبيمزجها مع مواد كيماوية أخرى. ثم يأخذ هذا المزيج ويضعه في زجاجة بخاخ. يا عبد الله متى يبدأ سحر هذا البخاخ الرشاش؟ أول ما المحقق يرشه على المكان الذي يشتبه إنه فيه دماء جريمة. يعني أوكي كيميائيا المادة هذه تتفاعل مع الدماء. حلو 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 بديت أفهم تكفى كمان. مسكت طرف الخيط يا جبار. بس ليش علميا هذا الشيء بصير؟ لأنه دم الإنسان فيه حديد. الحديد اللي في الدم يا عبد الله يعمل كمحفز للخليط فيحوله إلى ضوء ساطع فتستطيع إنك تشوف الدم في الغرفة المظلمة. والله العظيم إني شاطر في هالأمور من فيلم سو من أحلى أفلامي من أحلى أفلامي سو. ثمان أجزاء دم في دم وتحقيق. وبالتالي يا عبد الله في دم إذا في حديد، في حديد إذا حيضوي البخاخ، حيضوي البخاخ إذا في جريمة لازم يتم البحث فيها الآن. ويساعده حتى في مكان الجريمة، يعني لو صارت طقة هناك يشوف هناك دم، بدون الرشاش ما بيعرف إن الضربة وصلت هناك مثلاً. أو مشى الضحية وانتقل من مكان إلى مكان وين سقط وما إلى ذلك، بالضبط. يعني عبد الله ممكن تسأل وتقول طيب لو الدم قديم مثلاً كيف حيصيدوه؟ أي والله ما أعرفه والله. هل راح يصير هذا التفاعل الكيميائي؟ اسمع العنفوان راح يطلع من تم الآن. هذا اللومينول الجبار يا عبد الله قادر إنه يصيد ولو كميات قليلة من الدم صار عليها أكثر من سنة. مش بس هيك. حتى لو تم تنظيف السطح اللي على الدماغ. لا لا هاي قوية شوي. محمد حتى لو نظفت. خلي الموضوع على اللومينول والباقي عنده. طيب وصل لمرحلة يا عبد الله انه محققنا عرف انه في دم في المكان، بس مين المجرم؟ هون المحقق ينتقل للمرحلة الثانية، شو أكثر شيء بخليك تعرف تصيد الناس، تعرف الناس، تميز الشخصيات؟ بصمات، نعم صح. بقول والله نعم. خليني أحكي لك يا عبد الله كيف بيكتشفوا بصمات المجرمين في موقع الجريمة. أكيد برضه يا عبد الله في الأفلام شفت المحققين بيرشوا بعض الأبخرة فتظهر بصمات. أوكي صح شفتهم وتبين البصمات، بس شنو البخار هاي وشه؟ الأمر ذات برضه، إنها الكيمياء. عشان كنت شاطر كثير في الكيمياء ورب الكعبة خلصتها في التوجيه في الثانوية العامة. كانوا يسمونك والتر وايت. 100%. في يا عبد الله طريقتين لكشف البصمات. الأولى يا عبد الله باستخدام شيء بسيط جدا كلنا بنمتلكه وموجود عندنا وبنقدر نشتريه احنا وموجود في البقالة. إنني أتكلم عن الديودرنت. لا ورب الكعبة إنه اللي بيخلي أصابعك تلزق في بعضها وما تفتحش بالمرة. سوبر جلو؟ آه والله. هو والله. صمغ. نعم صمغ السوبر جلو ملزق. عمرك لعبته واحنا صغار؟ طبعا. لعبناها. والله إني حطيت إيدي وسلمت على الريجي. سلم علي. والله العظيم. شو صار؟ سلام إلى سلام الى يوم القيامه. والله العظيم نحت 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 نحت. اي والله شو ودنا على السبرجلو. حلقه الصمغ هاي في الموسم 70. نهدى شوي. طيب عبد الله نرجع للجد الان. جيب السبرجلو يا عبد الله سخنه على حراره عاليه وامزجه مع هيدروكسيد الصوديوم. راح تلاحظ فجاه تصاعد ابخره في السماء وهي اللي بتخلي بقايا البصمه تصير بيضاء. وهون رسميا رشها على الاماكن تظهر لك بصمات الناس. يا الله يا محمد شنو هالدروس اللي قاعد
محمد محقق جاهز محمد انا محقق جاهز الشرطه كلهم لازم يتابعون الحلقه والله عن جد والله والله العظيم حسنت لانه مش اي شرطي محقق مش بس هيك انا متاكد انه في كميه من متابعينا اللي بدهم يرسموا مشوار حياتهم ومستقبلهم سيعشقوا التحقيق والشرطه يدخل في هذا السلك ممكن والله رسمي عشقوا مني عشقوا حبوا مني طيب شفنا البصمات شفناها صح ايه بيجي المحقق بحط شريط لاصق على هذه البصمات تذكرت بعض الافلام صح 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 كمل وبياخذ هذا الشريط على مصدر ضوء فوق بنفسجي وهون تشع البصمه على شريط الفيلم قيمني يا عبد الله الان تفاصيل تفاصيل حلوه وكيمياء ورش وسوبر جلو وضحك ومزوح 8.5 يا محمد تسلم لي راضي معلومتي الثانيه يا محمد فيها علم انتبهوا لها عدل لانه رب الكعبه المعلومه بنفسها تنفع انها تكون فيلم وثائقي اعشق الافلام الوثائقيه وعلى فكره اغلب وقتي بالليل اعلم اني بحضر افلام وثائقيه والله انك شاطر عنوان معلومتي سؤال هل يختلف دماغ المجرم عن ادمغه الناس العاديه بعرفش طيب ايش رايك ان ادمغه المجرمين تختلف عن بعض خلني اعطيك نوعين على السريع الناس بيفهمونها صح النوع الاول وتلقاه في اغلب الافلام المجرم اللي ذكي يخطط صح يعرف متى يحط السلاح الشنطه كاشخ حتى شكله غير فتبدا الناس حتى تستخدم صوره من كثر ما يحبونه والمجرم الثاني هو المجرم المندفع ايه give your money بوف عرفت هاي العزلي مسكين ويسدونه على طول ويجيك في بدايه الفيلم يموت ضعيف اي كيو صغير جامعه نورث ويسترن في امريكا اقوى جامعه اعلام بعرفها منيح كثير من اصحابي تخرجوا منها هذا الكلام قلته في حلقه المسلسلات اللي كان فيها معلومة هزم بريكنج باد لحظة شوي ما شفت حلقة المسلسلات؟ لا يا الله عن جد رب الكعبة يا عن جد كيف حضرت حلقة المسلسلات؟ ختمناها ختمة جبارة يا أخي ادخل يوتيوب اكتب بس عالم المسلسلات بس 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 لا تكتب تحدي المعلومات بتطلع لك مثل ما هي قوية جامعة نورث ويستر مثل ما قلنا سوت دراسة حلو وأظهرت أنه فعلا في فرق بين دماغ المجرم المندفع والمجرم الذكي اللي خطط صح الدراسة هذه صارت على 77 قاتل داخل السجون وهم حرفيا سووا أشعة لأدمغتهم المجرم الاندفاعي والمجرم الاستراتيجي وجدت أن 60% من القتل المندفعين يعانون من تأخرات عقلية وتخلف في الوظائف الإدراكية في الحياة مقارنة بالقتل الاستراتيجي قاتل قاتل لا مو بالحين مو بالحين عن جد غلط غلط امدحهم غلط اللي الدراسه ما بينت اي معاناه عندهم في الوظائف الدماغيه بعد بعد رجعنا نمدحهم يا عمي عقولهم كويسه مالك يا رجل مجرم كلب أوكي. بس مخ نظيف بس جد يا عبد الله يعني هذول المجرمين الاستراتيجيين يعني ناس عاديين طبعا يا محمد مو بناس عاديين لان الدراسات اظهرت ان عندهم اضطرابات نفسيه مش معاناه دماغيه في التفكير ركزوا وفرقوا اضطرابات نفسيه اوكي كذي احنا عرفنا الفرق بين المجرم والمجرم لكن تعال لي بين المجرم وبين الشخص العادي انا ورب الكعبه ففي سنه 94 في جامعه بنسلفانيا في امريكا كاس العالم في امريكا وتفوز فيه البرازيل بركلات ترجيح بعد ما روبرت باجو ضيع وباريزي برضه ضيع نعم اول ما ضيع سووا الدراسه هذه في الصيف ما ظنيت في لوس انجلوس ايش عملوا يا محمد تصوير مقطعي لدماغ المجرم ودماغ الانسان انت ذكي مش عادي لكن انت انسان مش مجرم حلوه الدراسه اسمعوها اسمعوها يابا 41 قاتل و41 شخص عادي زي فريق العمل لكن كلهم يتشابهون في الطول في الوزن في العمر واكتشفوا في الدراسه ان الصور الملتقطه من ادمغه لا مش انت القتله تشير الى عجز واضح في نمو منطقه القشره الجبهيه الجبهيه هذا الجبهه هني في القشره هذه علم الجبار بيطلع من تمك الان اسمها بالانجليزي بري فرونتال كورتكس المسؤوله هني كلام مهم عن الوظائف التنفيذيه للانسان كمل اوكي حبيت روعه والله يلا كمل حلقه كذي يلا روعه هذا القصور في نمو القشره اللي هني يخلي الانسان ما يعرف يتحكم في عواطفه انفعالي غضب وانتقام وعنف سيء يعني عبد الله خلصت من كلامك انه هؤلاء المجرمين في الاصل هم مرضى انت بتدور لهم على مسوق ومبرر اللي بيعملوا غير صحيح هذا الكلام لا طبعا محمد يعني مو بمعناته ان اي مجرم في الدنيا بنمسكه عنده مشكله في القشره هني لا بس هذا الشيء يعطيك دليل انه ممكن يكون فعلا مريض وهذا الشيء يخلينا كلنا يا اخي نروح نفحص وروح افحص على قشرتك يا اخي طبعا وبكذي محمد انا اكون خلاص معلومتي اللي عباره عن فيلم وثائقي فعلا عبد الله تك فهمت الفرق بين دماغ الانسان العادي ودماغ الانسان المجرم نعم وعشان هيك يا عبد الله فعلا انا عمري في حياتي ما حسيت انه عندي حب ورغبه بالاجرام مع ان انت والشر. مع ان انت انظلمت من قبل نعم. لكن ما جاك احساس انك تبي تذبح شخص او مثلا صح اذا الموضوع طلع علمي بحت يا اخوان سلم علي 8.3 لبى والله قشرتك شفت عبد الله هاشتاج تحدي المعلومات على تويتر شو كان عامل لا ولع ولع لان الحلقه الاخيره وقبل الاخيره كان فيها نقاشات كبيره يا اخوان بدخل على تويتر بقرا تغريداتكم في تحدي المعلومات بموت ضحك على طول اي واحد حلو على طول شو بعمل
بقصها ببعثها لفريق العمل انه الناس احنا نحط اوقات في كومنتات عجيبه والله حطها في الانستا ستوري حط رجاء مشاركاتكم في الكومنتات تحت جدا جميله لكن هاشتاج تحدي المعلومات في تويتر مهم جدا واحلى المشاركات دائما وين بكل مكانها اخر الحلقه عبد الله راح احكي لك الان اخطر واشهر جريمه اختطاف في الدنيا انعمل عنها مسلسلات وافلام وانكتب عنها تعرف مسلسل بريزن بريك طبعا حكوا عنه كذلك وتناول الموضوع راح اتكلم عن قصه الامريكي العنيف ديفيد كوبر وزي ما عودكم برنامج تحدي المعلومات قصص جباره وحجيات عملاقه وثائقيات كثيره ولكن تحدي المعلومات بيجي بيقدم لك المعلومه بكل سلاسه وبساطه لتستمتع انت كمشاهد فاعطيك كريدت واعطي لايك الان خلال عشيه عيد الشكر ثانكسجيفينغ طبعا سنه 1971 قبل ولاده زيدان بسنه واحده دخل رجل ببدلة أنيقة ونظارة شمسية إلى مطار مدينة فوكلاند في أمريكا درس فيها صحيح درس فيها الغناء واشترى تذكرة ذهاب فقط وان واي إلى أين؟ إلى سياتل هذه التذكرة اشتراها هذا الشخص وكان اسمه على التذكرة دان كوبر كل شيء حتى عادي يمكن باستثناء يمكن فكرة أنه لابس نظارة شمسية في المساء داخل المطار في الليل أوكي خلينا نعتبرها إشي عادي وعلى رأيك عبد الله ماش ركبنا الطيارة بسم الله روح حزامك ذكرني طارت الطيارة ولما تأكد دان كوبر إن الطيارة صارت في الجو أيوة نادى المضيف اقتربت المضيف فكرت إنه بده منها خدمة حط في إيدها ورقة وقالها امضي راحت فتحت الورقة وقرأت وكانت الصاعقة مكتوب في هذه الورقة أنا أحمل في حقيبتي قنبلة متفجرة انزلوا في الطيارة في أقرب مطار أعطوني شنطة فيها 200,000 دولار سنة 1971 قيمتها الآن 1.8 مليون دولار تقريبا ومع حقيبة الفلوس بتعطوني 4 مظلات باراشوت وبدي كمان تجهزوا لي على المطار شاحنة مليئة بالوقود حتى تقوم بتعبئة خزان الطيارة لأني بعد ذلك سأمضي في رحلتي من جديد وختم رسالته بكلمة إيه قريتها لا 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 خدع وإلا سأنجز المهمة تعبت المضيفة طبعا وأخذت الرسالة لمين أكيد للكابتن الطيار على طول الآمر الناهي في الطيارة كما قلنا في حلقة نسينا. الطيران ولا نسينا بحلقة الطيران يا اليوهل إيش دعوة ما شفتها شو عمل الطيار شاف الرسالة صدق المضيفة كلم السلطات الأمريكية طبعا قالهم عندي واحد معاه قنبلة شو أعمل قالوا له بسرعة حفظ الأرواح أهم إشي نزل الطيارة في أقرب مطار نزلها على حسب كلامه أعطيه بده إياه بسرعة طبعا نزل أعطوه الشنطة فيها 200,000 دولار حلو. وأعطوه 4 باراشوت دلع فعلا زبطوا له شاحنة وقود ملأت الطيارة فل وبعدين نزل كل الركاب أفرج عنهم إلا واحد مين المسكين الكابتن خليك جوا يبي حد يسوق فيه طبعا خليك جوا بسرعة خليك جوا محتاجك أعشقك ورب الكعبة لا أستغني عنك والله ورب الكعبة أنت راح تكمل معي المهمة قالوا طيب أنا معك كفو لا كان خايف مسكين ورب الكعبة مسكين والله وانطلقت الطائرة من جديد ولكن أول ما أقلعت طيارة دان كوبر المختطفة مباشرة السلطات الأمريكية طلعت وراء طيارتين حربيات من طراز F-106 نعم عشان يراقبوه ويشوفوا وين ممكن يضايقوه ويرجعوا الطيارة أوكي ولكن كوبر الخبيث ما أعطاهم فرصة جهز وعمل حركة من أجبر ما حصل في تاريخ الاختطاف في تاريخ البشرية منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام قبل 3,000 عام فجأة هم بطردوه وعلى حين غرة فتح الباب الخلفي للطيارة شاله وقفز عشان شي طلب مظلة نعم قفز بالمظلة ومعاه الشنطة فيها 200,000 دولار المصيبة وين؟ إنه الطيارين الاثنين اللي وراه لم يلحظوا هذه العملية إيه أنا سريع وفقدوا أثره تماما واختفى من يومها دان كوبر وما لقيوله أي أثر إلى يومنا هذا لليوم؟ لليوم مش بس هيك ولا لقيوله أي جثة حتى وهذا هو الأمر اللي خلي الناس تعتقد إنه حي ما مات وطبعا يا عبد الله اسم كوبر أصلا كان اسم مستعار وبعد ذلك عرفوا الناس بالاسم الشهير ديبي كوبر ديبي كوبر كان يا عبد الله مخطط العملية صح وما ترك وراه ولا أثر إلا أثر واحد ترك أثره؟ نعم ربطة عنقه السلطات الأمريكية ما عندهم ولا أثر ولا دليل إلا هذه فتشبثوا فيها مسكوها استضعاف إيش دعوة محمد؟ بس هذي لقوه؟ لأنه هو ذكي جدا لما حللوا ربطة العنق إيش لقيوا فيها؟ لقيوا فيها جزيئات من مادة التيتانيوم ومادة التيتانيوم يا عبد الله في سنة 1971 كان نادر وجودها إلا عند عدد محدود من المهندسين والمدراء العاملين في مجال صناعة الطائرات ولا محمد هاي كلام خطير طبعا معناته يشتغل في شركة طيران كبيرة ممكن جدا لأن الخبراء شو بيقولوا بيقولوا أنه إحدى التحليلات أن يكون كوبر هو أحد العاملين أو المتعاونين مع شركة بوينغ الطائرة اللي اختطفت كانت بوينغ بام فكرت السلطات الأمريكية وقالت يمكن ربطة العنق اللي كان لابسها
قد يكون لبسها يوما ما في أثناء عمله مع الشركة. ممكن صح. ولذلك عبد الله السلطات الأمريكية ركزت توجهها على دراسة الأشخاص اللي كانوا في تلك الفترة بالتحديد يعملوا في مجال صناعة الطائرات. بعد أكثر من 50 سنة على القصة، الآن 52 سنة، بتتوقع إنه ما زال عايش ديبي كوبر؟ يعني يمكن الرجل الآن عمره بين 90 و100 سنة، يعني قد يكون غالب الظن الرجل مات. أتوقع إنه مات. إيه. لحد الآن عبد الله السلطات الأمريكية بتبحث عنه، وكل فترة بيطلعوا بيقولوا لنا قربنا لأن نكتشف من هو ديبي كوبر الأسطورة. مع فكرة عبد الله FBI لليوم مشخصين الموضوع ما ديبي كوبر وبدهم يطلعوا أساس القصة. يا محمد بالعكس مو بشخصنا، هي شخصنا لو كان المبلغ وايد بس المبلغ اصلا تافه. تعرف يا عبد الله انه كثير من الناس بدات تعتبره اسطوره امريكيه، بس الناس نفسها تعرف من هو حتى تقدسه. لا بس تبي الصراحه في شيء حلو في البارت والله. ايش هو؟ لاحظ يوم راح بس مع الطيار، ما قال عطني 30 هوستجز وذ مي ودي، يعني اعطوني دي ما ضر، نزل الناس حطهم وسافر بس مع الطيار. يعني بعد ترى هو زين مو بشين، هو واضح انه انا لو معهم في خيوط الجريمه لو في الفي اي والله العظيم بساعد. والله اي والله يا شباب، ترى هو فعلا مدير وردي قالوا المعلومه بس انا باجي متاخر. صح هو مدير، بس باكد على كلامه هو مدير، هو كان مدير في احد شركات الطيران بده مصاري يعني كان بس طيب رجل طيب، نزل الناس كلهم ما ذبح حد ما ضر حد بده مصاري، واضح ان المضيفه حبته معناته هو كاشخ، محتاجين في الفي اي والله 8.7 تستاهل. شكرا يا اخوي. طبعا لا احد يخاف من سالفه الطيران الحين، ها ممكن انها تتكرر الحين وش دعوه صارت، لا صارت في 71 قبل 2 هذه قصه قبل 52 سنه يا اخوان. الحين انسى الموضوع، هذه المطارات كلها مشدده على كل باب. لا ومش بس هيك، وجايك باسم مستعار ومشت عليهم. تخيل الان دخل. تخيل انا تحاول تقرب على مكتب الجوازات ومعاك جواز مزور، شو بصير فيك؟ راحت عليك 10-0 10-0 23-0. اي والله. ايه يا محمد على قولة المثل، ايش ياما في السجن مظاليم. نعم انا والله كنت واحد منهم. نعم والله 2012 كمل بروحي بالحلقه بروحها. اوف الناس صاروا عارفينها، حكيت فيها كثير. اسمع معلومتي الاخيره الجامده. عن ايش هذه؟ خل اكلمك عن قصص ناس انظلموا في السجون وشلون تم تعويضهم. حبيت العدل، اعشق مبدا التعويضات. بالضبط، يعني تخيل معي محمد السنين تروح من عمرك وبعدين يكتشفون انك مسجون ظلم وصار لازم انه يجي الوقت انهم يعوضونك، لكن كم التعويض راح يكون؟ وهل في فرق بين دوله ودوله؟ كم حجم التعويض على كل سنه ظلم انسجنت فيها؟ انطلاقه رائعه للمعلومه، اعطيني. خلي ابدا معاك القصه في امريكا. يلا، ذا يونايتد ستيتس اللي راح نروحها على الصيف، انطلق. ليش عبد الله تحس ان امريكا اكثر واحد داخله في حلقه اليوم؟ لا لا بس هي مقياس ممتاز ان احنا نرجع لصراحه في هالامور، لان نظامهم قوي وعندهم مرجعيه كبيره في القصص. من الطبيعي ان مبدا التعويض يختلف من دوله لدوله، لكن في امريكا يختلف من ولايه لولايه. حبيت. يعني مثلا في ولايه كارولاينا يعوضون السجين المظلوم اللي سجن ظلم على كل سنة ظلم 50,000 دولار. مقياسها حلوة ولا مش حلوة؟ لا والله مش حلو. والله مش حلو. بس ما هو لحظة، ضيعت سنة من حياتي على 50,000 دولار. اسمعني يا حبيبي، على حسب مستواه هو المعيشي، لو كان رجل غني ورب الكعبة إنها بتكون بالنسبة له ولا شيء، بس رجل فقير مسكين بصراحة قد تكون تصنع له حياته وخريفه وتكون بداية مشروع ينطلق في حياته. ممكن بعرفش. لا لا بس بصراحة الرقم زين، يعني أحسن من لا شيء للأمان. بس متى تزعل يا محمد؟ لما تسمع هالمعلومة. شو؟ إن المبلغ الإجمالي مستحيل وما يصير إنه يعدي 750,000 دولار. لو شو ما قعد سنوات؟ لو إن شاء الله قعد 100 سنة ظلم ما يعطونا أكثر من 750,000 دولار. لا ما حبيت. هذا سيء. ترى بعد حلوة 750,000 دولار، 3 مليون. مالك يا عبد الله يعني إيش؟ أوكي كويس. حرام حياته بقدر يطلع فيها أكثر من هيك. ترى أنت لما تحسبها 750,000 دولار على 15 سنة، كأنك أنت انسجنت ظلم 15 سنة. حياة، حياة والله حياة، قد عمرتين مرتين، بديش. يعني لو انسجنت ظلم 60 سنة هي 750,000 دولار. أنا آسف. ما حبيت القانون؟ نو. من اللي حصل على هذا المبلغ 750,000 دولار في كارولاينا؟ يعني انظلم 15 وما فوق، مين هو؟ مين هو؟ يلا مين؟ أكيد في شخص، أكيد في شخص. رجل اسمه روني لونغ، تم اتهامه ظلما بقضية اغتصاب وسطو سنة 1976، فعوضوه ب 750,000 دولار اللي هي عن 15 سنة فقط، مع أنه انسجن مظلوم 44 سنة. مؤلم برب الكعبة، مؤلم والله قهر. يعني تفضل يا روني، هذا تعويض عن 15 سنة سجن. بس انا سجنت 44. والله ما سامح. هذا ثلث ما علي، غلطنا احنا. ثلث مستحقاتي. اسفين احنا غلطنا. ثلث مستحقاتي. القانون يقول كذي. ما بينفعش هذا الكلام. القانون دستور مكتوب. 44 سنة من عمري. قانون مكتوب. اولادي ما شفتهم. حدك مالك غيرهم. احفادي. انا اسف والله ما اقدر. ما شغلي. ودي اني اعطيك بس ما اقدر، ما كذي القانون يقول. يعني يا عبد الله تعطيني 47 دولار باليوم على 44 سنة؟ يعني تعطيني بالشهر 1420 دولار تعويضي في الشهر عن 44 سنة؟ هذا ظلما وزورا وبهتانا، انا ما بصير هذا الكلام. انت شلون حسبتها؟ انت نسيت ان انا مهندس كهرباء ولا ايش؟
ما عندوش كهرباء واكثر من اصل الاخطاء اللي تصير في امريكا تصير مع سجناء من اصول افريقيه. هذول بسلخوهم يزحكم ولا بتطلع. سبحان الله، خصوصا بعد احصاء السجل الوطني للاعفاء اللي في امريكا، البيانات اظهرت انك اذا كنت امريكي من اصول افريقيه فانت معرض لاحتمال الادانه بالقتل 7 مرات اكثر من انك لو كنت من عرق ابيض. لا وربك يا عبد، الموضوع في انه بلد انا الحرية. اسف طبعا انا اسف، بلد الحريه غير صحيح، بلد اليوتيوب. اوعى يا عبد الله. زين تعال محمد، انت خيمت انظلمت صح؟ شهر. نعم شهر؟ والله شهر. ريالين ما اعطيك. شهر؟ شهر ما مداك، انت لعبت ورقه مع المساجين وطلعت. لا والله يا ريت اعطوني ريالين، حطيت 55 الف ريال في يوم من الايام هيك في المحكمه، اعطيته اياها اللي جبته ورب الكعبه كان واقف على الباب، بتذكر واقف على الباب بده يطول براسه بده يستلم، بده يستلم مال حرام بده يستلم. فجاه سبحان الله تحولت سيارته من ابشع سياره في الحاره الى اجمل سياره في الحاره. خل اقول لك عن اكبر تعويض في تاريخ القضاء الامريكي، كان لاخوين من اصول أفريقية؟ نعم ورب الكعبة، شيء غريب صح؟ طبعاً أكبر تعويض صار لهالاثنين، هنري ماكولم وليون براون. قلت أخوان، دخل أخوان صح؟ دخل. اسمع زين اسمع، هم أخوين صغير أشقاء. آه التعويض كان، أو شيء خلينا نعرف عدد السنوات. كم عدد السنوات؟ 31 سنة ظلم. إحنا أنا قلت لكم كم عدد السنوات، خلي أقول لكم شنو الجريمة. اتهموا ظلم للأسف باغتصاب طفلة عمرها 11 سنة، وبعد ما قضوا في السجن 31 سنة ظلم. الآن اكتشفوا إنهم المساكين طلعوا مش عاملينها من الأساس. بس اسمع التعويض يعني. كم التعويض؟ بسطني بسطني يا رب بسطني يا رب، الله يعوضهم الله يعوضهم الله يعوضهم عن سنوات الشباب اللي راحت عليهم. يعني لو قلت لك 10 مليون زين؟ لا آسف. 10 مليون دولار؟ 5 لواحد وخمسة لواحد ما بتكفي. زين 20 مليون؟ بترضيني شوي بس أنا آسف. أنا آسف يا عبد الله. 31 سنة يا أخي بعطيك 31 مليون دولار على كل سنة، مليون دولار يا عبد الله. تنساش إشي يا عبد الله، تنساش 31 سنة، أنا عمري 32 يعني أنا سنة بس شفت من حياتي أبصر أبريك يا أخي. 40 مليون والله كويس. ها؟ 40 مليون نعمل فيها مشروع حلو. ما بالك لو قلت لك 75 مليون دولار. رب الكعبة ميزانية جبارة. رب الكعبة اسجني ظلم 31 سنة. ها؟ لا ورب الكعبة لا طبعا لا. فأنت لو تحسبها كانت تقريبا مليون دولار لكل سنة لكل شخص، زائد 13 مليون دولار تعويضات تأديبية. 100% صحيح. والحين تعال خليني أكلمك عن أقل مبلغ تعويض صار في عالم الظلم في السجون. قديش؟ بصراحة أنا ما أدري يعني هل إحنا نحزن؟ المفروض إن إحنا نكون حزينين صح؟ طبعا. بس الموضوع يضحك. رجل من أصول أفريقية. 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 ونفس المدة اللي قلت لك عنها قبل شوي. لا لا في إنه. سجن 31 سنة ظلم. لا لا في إنه في الموضوع، إيش دعوة؟ ونفس التهمة. اغتصاب. لا في اشي في الموضوع، ايش فيه؟ يعني من سنة 78 من مونديال الارجنتين لين 2007 بعد مونديال المانيا 2006 فاز في ايطاليا. سمعت قبل؟ كم عطوه لما اخلوا سبيله؟ قالوا له يلا اطلع. تعال تعال لا تطلع، لا تعال دقيقة بنعوضك تعال. مسكين رجع قال ها؟ يو توكن تو مي؟ قالوا له اي كم كم بنعوضك. هذولاك اعطوه ب 75 مليون، هذا اذا هو اقل مبلغ يا عمي اعطوه 3 مليون دولار. مثلا 3 مليون دولار ويه كثير قليل حرام والله ما برضى فيهم. انزل تحت. مليون دولار تحت. 200 الف دولار نفس الرقم اللي قلناه في الاخوين المحظوظين. 75 مليون بس شيل كلمه مليون بدلها ايش؟ 75 الف دولار مصيبه. شيل انا قلت لك شيل مليون، ما قلت لك شيل مليون حط 1000. شيل 75 750 صفر واحد بس احلف. انا اتمنى اني احلف بس ما عبد الله مستحيل. 75 حلفت بضحك ترى والله. 75 حلفت بضحك. 75 دولار والله 75 بس مستحيل. 31 سنه ظلم عوضوه 75 دولار. اوسخ واسوء قضاء في العالم هذا. وين موجود يا اخوان هذا الكلام؟ عوضوه بغدا وعشاء لمده يوم. عبد الله هذا مش. لا اكتبوا لنا في الورقه علشان تاسس حياتك من جديد. بس محمد طبعا الواقع يقول ان مهما عوضتني ما راح ترجع لي العمر. والله العظيم لو 10 مليون دولار في السنه شو الفائده يطلعوني انا عمري 50 مثلا وانا ما شفت لا عيالي يكبرون ولا شفت الحياه ولا شفت التطور اللي صار. لا تمتلك ذكريات ما في ما في اي متعه. بتطلع الحين اوكي بفلوسك في ناس كنت تحبهم يمكن ماتوا ولا شفتهم اصلا هم يموتون. فيش طعم للحياه اصلا، فيش طعم للحياه ابدا. فاحنا دائما نقول الله يبعد عنا الجرائم باذن الله ويبعد عنا الظلم والظلام. اللهم امين. قيم يا محمد. واذا ظلمتني بتعوضني. فيها تعويض. حطيتني في خانه اليك الان. بارك الله فيك. 8.9. تعرف يا عبد الله في بعض الجرائم في اماكن تعتبر جريمه وفي مكان اخر تعتبر لا. كيف؟ ما فهمت، ايش دخل؟ شو قصدك يا محمد؟ ما فهمت. تخيل معي يا عبد الله انه الشرطة صادت مجموعة من الشباب جالسين حلوين كيوت قاعدين بيتناولوا المخدرات، ما سكتهم الشرطة. اوكي. ومش مخدرات عادية يا عبد الله،
قاعدين بياخدوا هيروين وكوكايين واشياء من انذل واوسخ ما يكون. اكيد هيقطع بالك يا محمد الان، طيب وين هيودوهم؟ على اي مكان ورا الشمس؟ اي سجن؟ اي سجن؟ مش السجن النرويجي اكيد، سجن مشد بعيد 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 جدا جدا صح؟ مفروض لو الشرطه شافتهم ممكن يسالوهم. شباب تمرونا بشي؟ اموركم طيبه يا الربع؟ نعم. ايش دخل؟ ايش دخل كيف؟ كيف؟ دخل؟ اكبر ايش دخل في حلقه اليوم؟ ايش دخل؟ مخدرات وشباب كيفكم؟ السؤال مش ايش دخل وكيف؟ السؤال وين؟ بالضبط ابي اعرف اي دوله هاي؟ وين هذا الكلام بصير؟ انها الدوله الايبيريه. وش هي؟ الايبيريتين مين هم؟ اسبانيا والبرتغال، اختار واحده منهم بسرعه. برتغال؟ كريستيانو رونالدو احسن. يعني كريستيانو يضربها عادي؟ هاي حركته الجايه. نو في جزيرة مدينة غاد قاعد تخيل. لا يا عبد الله كريستيانو جسمه جبار ورياضي وما بيعملها على اطلاق. حتى لو كان يعملها الحين هو في النصر مو بحسن له. اتخيل السياف يكون عبيط شوي. ما بيعملها لانه مشجع للنصر. طبعا دعابه يا شباب، انا ادري محبين كريستيانو وايد دعابه. بس تجار المخدرات لا، القى القبض مباشرة طبعاً، كميات كبيرة وبيع طبعاً. أما الناس اللي معهم كميات معينة تكفيهم من 10 أيام وما دون ذلك فهؤلاء لهم طريقة أخرى في التعامل. لأن إذا عنده 10 أيام وأقل معناته استخدام شخصي. نعم أوكي. نعم نعم، هدول بيخدوهم بيخلوهم يمثل أمام لجنة مختصة في هذا الموضوع. يعني ما ينسجنون؟ لا ما بينسجنوا، بياخذوا دروس مكثفة حتى يعاد تأهيلهم ويتركوا هذا الموضوع هذا السم، ولكن تسجل اسمائهم، فلو رجع مرة ثانية ووقع في ذات الأمر ومسكوه في هذا الأمر يعالجونه. نعم هذا بيعتبروه مدمن، وهنا تبدأ مرحلة العلاج غصب عنه، مش كيف بيروح على العلاج بس حلو سجن. حلو بس بعد دلع، بعد دلع سجن ما فيه. معناته معلومتك قوية وصحيحة. نعم ما في سجن لمتعاطي المخدرات. نعم ما في سجن على الإطلاق في البرتغال، ما في سجن. في أقصى الأحوال لو مسكوا شخص حالته تدهورت وتبهدلت تماما راح ياخذوه على مركز إعادة تأهيل حتى تستقر حالته. هذا وصل مرحلة منتهية شيء خلاص. أوكي أوكي. وبعدها بطلقوا سراحه عادي لبيت، يلا انطلق ارجع بيتك. طب سؤال، شو الفكرة من هذا؟ هل هو تشجيع على الإدمان؟ بالضبط طبعا لا. اسمع نتيجة هاي الفكرة اللي طبقوها في البرتغال غريب جدا. الأصل الحكومة البرتغالية طبقت هذا القرار لأنه كان عندهم مشكلة طاعونية في هذا الموضوع. سبحان الله كل ممنوع مرغوب. قبل تطبيق هذا القانون خذ واحد من كل 100 شخص راح تلاقيه مدمن حتى على الهيروين، ولكن في غضون 4 سنوات من تطبيق هذا القانون اللي هو ألغى التجريم اتخيل انه نزلت نسبة الوفيات من وراء المخدرات ل 90%، وانخفضت كمان معدلات الإصابة بنقص المناعة الايدز، لأنه الناس في السابق كانت تتناقل الحقن من بعضهم. نعم راح تقول انه هاي الحالة في البرتغال تعتبر حالة شاذة صح؟ صراحة ايه، لأنه يمكن ولا دولة ثانية تحلل هذا الأمر. يعني انا يدوب سمعت ان الحشيش في أمستردام مسموح. نعم اسمع كندا، البس جاكيتك كثير بارد على فكرة، رايحين مكان كثير بارد. فانكوفر تعرفها؟ ايوه. تعال معي. كل شيء مسموح؟ تعال معي واسمع. في فانكوفر في كندا في مراكز حكومية يمكن للمدمن فيها انه يحقن الهيروين بمساعدة الطبيب، قاعد الطبيب معاه. الطبيب اللي يحقن له. هذا البرنامج يا عبد الله بدأوا بتطبيقه قبل 20 سنة، لأنه في ذاك الوقت كانت فانكوفر فيها أعلى نسبة ايدز في العالم المتقدم كله. لأنه كان زي البرتغال، يحقن الإبر وينقلوها بين بعضهم فينتشر الإيدز. الله يقرف المخدرات، الله ينتقم منها، مقرف إيش مقرف، أقسم له إنه مرض. فاللي صار في فانكوفر في كندا الآن إنه صار الأمر يطبق، ممكن تاخذ الهيروين ولكن تحت إشراف طبي. أوكي. فالمريض بياخذ إبرة وهي معقمة وتحت إشراف طبي، وحتى لو كان فيه الإيدز بيظل عنده هو، ما بينتقل لغيره. هذا المشروع هذا برنامج يا عبد الله نقص نسبة الإيدز في كندا بشكل مخيف جدا في 20 سنة الأخيرة. صح إن نسبة الإيدز نزلت، بس للاسف ان الناس ظلت تتردد على هذه المراكز، صارت باليوم مرتين ثلاث. والله حسيت، والله اني حسيت عشان ياخذوا الجرعه. هني السلبيه في الموضوع طبعا. ترى يا جماعه الموضوع مو كله ايجاب. نعم قل الايدز وغيره، لكن انت زدت نسبه المتعاطين. ادمان ادمان مقرف وابشع شيء في الدنيا ادمان. اذا على الشيء المنيح الادمان سيء، انه تدمن الشيء المنيح صح صح، ما بالك بالشيء السيء المرض الطاعون هذا. أيوة. لا تظن يا جماعه ان هذا الموضوع حلو، هذا ابتلاء على فكره. المجتمع الكندي مبتلى بذلك، المجتمعات اللي فيها هذا المرض مبتلى، فهي تبحث عن حل لمشكلة عشان يقلل الضرر فقط. طبعاً طبعاً. لكن الحمد لله إن إحنا عندنا وعي ونعرف إن هذا الشيء لازم نقطعه تماماً، مش والله تعال جرب ومعقم، لا وقفة، لأن قبل ما يكون صحياً دينياً. طبعاً ولذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا نوع من أنواع التهلكة. ولو سألتوا الحكومة البرتغالية أو الكندية هل أنتم تبون توقفون موضوع المخدرات تماماً، بيقولون والله يا ريت نتمنى، بس احنا قاعدين نخففها بالطريقه هذه. طيب عبد الله آخر نوع من أنواع الجرائم اللي تعتبر جرائم في مكان وفي مكان آخر لا، العلكة إيش دخل؟ لحظة أنا كني سمعت والله اللي يكون في اليابان. قربت في آسيا، في جنوب شرق آسيا، بس مش اليابان. إننا نتكلم عن دولة عندها طيران جبار ينافس القطرية. سنغافورة أنظف بلاد العالم. عبد الله أنا ما أنصحك إنك كنت ماشي في سنغافورة، خلي معاك $1000. إذا ضبط متلبس ماسك علكة يا عبد الله استعد إنك تدفع الغرامة.
قسما بالله اني لو ما سمعت هالمعلومه ورحت سنغافوره اني ما كلها ما كلها. بس يا عبد الله اذا بتحب العلكه ومش قادر جسمك بيحطك نفسك على الاكل قصب سكر يعني ولا شنو؟ تروح على الطبيب بتخليه يكتب لك روشيت انه انت بحاجه الى نوع معين من العلكه الطبيه، بتكون بتعلق بالشارع، بيجيك الشرطي بيلقي قبض عليك بتقول له هي الروشيته. من الطبيب؟ من الطبيب، بقول لك الطبيب خلص هالمره. يا الله، يعني لو في خاطري اروح الطبيب. فيش مجال. زين محمد والله قانون غريب، زين ليش دخل؟ انت فكر فيها، بدها شطار كثير. شو قلت لك قبل شوي؟ قلت لك سنغافوره مالها نظيفه عشان وساخه الشارع، احد الاسباب طبعا. قيم يا عبد الله البرتغال وكندا وسنغافوره. والله في اماكن هي جرائم وفي اماكن عادي. العلكه جامده والله يا محمد، معلومتك جامده لدرجه ان خلتني افكر شلون في دول اسمحت بالمخدرات من كثر ما هي طايحه في مصيبه وفي حضيض المخدرات بين الشباب. الواحد ما يقول الحمد لله على النعمه، اسمحوه علشان يخففون منه. الحمد لله في ملأ عن ذلك كله. 8.4 يا محمد. شكرا محمد، احنا في حياتنا ما نقدر نعيش بدون تكنولوجيا قطعا. فتعال خلني اقول لك التكنولوجيا شلون تساعد في حل بعض الجرائم. عنوان جذاب. التكنولوجيا يا محمد خنقت المجرمين، صارت خططهم اصعب بوايد من قبل. صح طبعا. الناس اللي بتسمع امثله شو اللي صار طبعا، وقصص قصص. خلني اعطيك قصص شلون التكنولوجيا ساعدت في حل بعض الجرائم. نمسك مثال الصين. حلو. الصين يقول لك، واللي على بالهم ان لندن، ترى لا، الصين فيها اكثر عدد من كاميرات المراقبه. الصين فيها كاميرات لدرجه ان سنه 2018 الصين كان فيها اكثر من 170 مليون كاميرا مراقبه. تقريبا اذا بدي احسبها كل 5 اشخاص كاميرا لهم كاميرا. نعم. انصدمت من الرقم؟ طبعا مرعب مخيف. الصين مخططه انها في هالسنه 2023 يكون عندها اكثر من 600 مليون كاميرا مراقبه. عم شو يعني كل اثنين لهم واحده؟ انا وياك بالضبط. الا كاميرا مراقبه رسميه تراقب كل تحركاتنا وافعالنا يا اخوان الشنيعه والجميله. ولا تستبعد ان في سنه 2030 كل واحد فينا كاميرا. ومو بس كذي، كل كاميرا مدعومه بالذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. هاي تعلمتها من اي حلقه؟ حلقه الاختراعات. تعرف شوي ما شفت الحلقه اليوم؟ توها نازل اسبوع ما اسبوعين. شيك يا اهل، ككلام علمي جميل جدا يا عبد الله ابدعت فيه، ولكن حتى انت تقيم المعلومه 5 بس. واضح انك عم تقدم لي لمعلومه قصه. في قصه بالموضوع، في قصه بالموضوع. ايش من الجبهه طلع قصه؟ وينها؟ موجوده. اسمع معي بس. اشوف. بسنه 2018 نعم. السلطات الصينيه صادت شخص هارب بسبب الجرائم الاقتصاديه اللي مسويها. شلون صادوه؟ صادوه من خلال نظام التعرف على الوجه، فيس اي دي تبع التليفون. خرافي والله. ايوه عليك نور، شبيه بهالنظام. قام على كاميرات المراقبه اللي عندها الذكاء الاصطناعي. طيب اسمع معي، الجبروت وين الحين في القوه مالت الكاميرات هذه؟ الريال صاحبنا الحرامي صاحبك الحاله كمل، سافر من مدينته لمدينه ثانيه تبعد 96 كيلو. في مدينته كان منخش متستر هو وزوجته وعياله. طيب قرروا انهم يسافرون السفره هذه علشان يحضرون حفل واحد. بس كم واحد حاضر هالحفل؟ ايوه 60,000 شخص. تعدي البيت رسميا. يا ابوي مسكين حياته، رايح ينغمس بين 60,000 عشان ما حدش يعرفه. بده يستمتع. اي والله يستمتع، يبحث عن المتعه في الحفله، يبي يحضرها. بده يستمتع، بده ماء بارد يجري في صدره. 100 كيلو روع راح مشى. يبون يستانسون شوي. صح بالضبط. بعد ضغط التخفي من الشرطه تعب نفسيا. بس لسوء حظه يا محمد ان كاميرات الصين تجبرت والتقطت وجهه بين 60,000 شخص اللي حاضرين في الحفل. يعني هذا بيشوف المسلسلات والافلام طول الحق. يعني بالعربي لا تغلط وتطلع في مكان في كاميرا. وقبل ما اقول لك ايش صار لما حققوا معاه، تكفى الصينيين يتشابهون. عن جد يعني الكاميرات جباره من قام. عن جد اقسم بالله الايفون نفسه هالايام ما يصيد التوأم والصينيين اللي يشابهون. كاميراتهم اقوى من اي دي بعض الجوالات. نرجع للتحقيق. يوم حققوا معاه تكفى شنو قال؟ قال انا فكرت انه مستحيل يصيدوني وسط الكم الهائل هذا من الجماهير، 60,000 شخص حولي. لو كنت عارف كان ما حضرت من الاساس. ايوه رب الكعبه صحيح مسكين. ليش حزنان عليه؟ ليه حزنت عليه؟ قهر صدق يعني يتشابهون. تكفى صدق. طيب اعطيك قصه ثانيه، نبتعد شوي من الصين. وين نروح؟ ويلز. منتخب قوي. لحظه مؤخرا. مش قصه هيك. انا هلا اشوفه. شو اسمهم باللغه العربيه؟ يعني يوم انا تكلمت عن الكوره انت تكلمت عن اللغه. قويه. يلا شو اسمهم باللغه العربيه؟ ويلز. شو اسمها باللغه العربيه؟ الويلز. دروني يا وشو. بلاد الغال. اوف. فبالتالي جارث بيل من بلاد الغال. من بلاد الغيل والغال. والله جاك والله حلو. والله حلو. شوي حلو. ترى ربعنا الويلزيين. انا في حلقه شفت اجواء كاس العالم. لا 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 ترى ما راح اسوق البرنامجي.
في قناتي؟ تروح تشوف أجواء كأس العالم 6 حلقات كلها يا الياهل. أنا بحب محمد عدنان ما بدي أشوفك. روح يا البزر كأس العالم قاعد أراكض أنا حتى تصاريح ما عندي أصور ملاعب. روح شوف الحلقات كلها يلا بسرعة. في ويلز اقبضوا على عصابة تجار مخدرات. للأمير ديانة جبارة ماتت في 97 صحيح ولكنها ويلزية. كمل. الربط عندك غريب. ما أسمع. اسمع شلون صادوهم. بسبب صورة في رسالة واتساب. أكيد طبعا بيجي في بالكم إنه واحد جاب العيد وصور سيلفي مع العصابة ودزح في الجروبات مثلا. لا والله يا محمد. لا والله. إيه والله أدري. والله أدري. لا والله. عرفت. شو فيها شو محتواها؟ صورة إيد يد هاند شايل حبوب الإكستسي عرفتها مالت الهلوسة. لا والله كان بعرفها. أكيد ما بتعرفها لو تعرفها كنت بصيدك أنا صايدك إني أنا أبوك يتابع لو قلت بعرفها بقولت طبعا يا محمد لما الصورة تنتشر هني وهني صعب إنك تعرف المصدر. ممكن في بعض الدول الصغيرة تصيد المصدر لكن دول هذه صعبة والعصابات محترفة وعارفين إن الصعب ينصدون. طيب عبدالله مين اللي حمار نشرها؟ ليش يعملها؟ ليش يسوي هيك؟ علشان بزنس هذه ينشر في الجروبات وهو متعود على هالشيء. بس ما كان يصور يده من قبل. شوف المصيبة صور شيء فيه صح؟ مو بوجهه يده. قبل ممكن يصور بس الحبوب او يصور كيسه هني بس المره صور يده. لا تقولي طب شو يعني ايده؟ طب صور ايده. طب بعدين صادوه من البصمات اللي في يده. كيف البصمات اللي في ايده يا عم؟ صوره الذكاء الاصطناعي يطلع البصمات ترجع لاي شخص. تمزح. طبعا انت تدري في هالقضايا الكبيره انت بس تبي خيط. فجابوا وجابوا العشرة اللي معاه من العصابه من ورا صوره فيها يد حامل المخدر. That's it. يبو من البصمات. اعطيتك قصص تكنولوجي من هني وهني كاميرات واتساب بصمات. ها روعه. ساعة القصة الثالثة. من وين؟ من استراليا. والله شكلت لك مضبوط. صين ويلز استراليا. مشكلة استراليا دخلوها علينا في القارة الآسيوية من 2006 2007 وصارت عقدة عندنا في حلقنا هون. غلبتنا يا أخي غلبتنا كرويا والله. صعبة؟ خليكي في قارة أوقيانوسيا يا عمي. شو جايبك عندنا يا استراليا؟ ما أنت قارة لحالك هناك. أيوة. شو ضمك على القارة الآسيوية يا أخوي؟ خلص معلوم تغيب. في سنة 2019 نعم قتلت امرأة عمرها 57 سنة اسمها ميرنا نيلسون. قتلت في بيتها. بس من كانت الشاهدة الوحيدة في هذه القصة؟ زوجة ولدها. كنتها كنتها بنحكي يعني. اوكي حفي يعني حفي اشتغل حفيدتها. ما لخصة. شو بتقولوا انتوا في قطر؟ انا بقول كنتها مرت الابن. كنه مرت الابن. مرت ولدي. امك شو بتقول عن مرت اخوك؟ امي شو تقول عن مرت اخوي؟ مرت ولدي. غلط. كنة. ما سمعتم تقول كني. وايد الحلج يروح هني. الكلمة قصيرة بس صعبة مع ال صعبة. كنة. فاللي شافتها إذا كنتها هي اللي شافتها. يعني لما تشوفها شو تقولها؟ شو أخبارك يا كنتي؟ لا عرفت. شو وين كنتي؟ طيب كنتها هذه شنو قالت للشرطة؟ شو؟ صدقت وقالت الحق. قالت إن في رجال اقتحموا البيت. كلاب كمل. وبعد هوشة طويلة مع المقتولة نيلسون المسكينة ماتت. هني القسم التكنولوجي راح يجيك. وين؟ الشرطة ايش اخذت؟ شو اخذوا؟ ساعة الابل ووتش للمقتولة. الضحية. نعم. وقاموا بتحليل. تدري انت الساعة تعطيك نبضات القلب، التعب، الخطوات، كل شيء. عندي. قاموا بتحليل الامور هذه كلها واكتشفوا ان قصة كنتها ايوه كذب في كذب. كذبت الكنة؟ وان ميرنا قتلت وهي مرتاحة البال بدون شجار او قتال. لا تقول لي كنتها انتقمت منها لان مغلبتها. شو صرت مسلسل فلسطيني؟ ايش فلسطيني؟ حسيتك بتسمع السالفه فيها حش. هي شو حصل؟ شو حصل؟ ها عن جد الكنه حاقده على الحماه فشكلها هي اللي قتلتها. ممكن. اعطيني بسرعه بسطني كمان. فعلا رجعوا لزوجة الابن وصارت هي المتهمه الاولى حتى الان الى ان تثبت براءتها. نعم. والتحقيقات ما زالت جارية لليوم. لليوم. من أربع سنين. شكلها هي اللي عملت الكنة. شفت شلون يا محمد هالثلاث قصص وغيرهم الكثير من القصص تبين لك إن التكنولوجيا تساعد الشرطة في كشف المجرمين. ولكن لحظة شوي، ترى بعد المجرمين يقدرون يستخدمون التكنولوجيا لتسهيل عملياتهم الإجرامية. لا تحكي لهم. فإحنا ننصح كل المجرمين يستخدمون جواويلهم أول بأول ويرسلون رسائل فيها صور أيادي. تكلم علي. تلقت بنيه 9.1 حبيبي سنت بورك. اخيرا اخذت 9 اليوم. احسنت. رائع. انت رائع. شكرا. انت رائع. انت رائع. انت اروع. انت رائع. ايشك؟ انت نار. انت خرافي والله. والله انت ما في مثلك. اعشقك والله. شوف يا عبد الله، انا كثير بيستفزني في المسلسلات والافلام انه بتنذكر اسماء اجهزه مختلفه في الشرطه والجيش ما بنعرفهم زي الاف بي اي والسي اي اي والشرطه والجيش والى اخره.
حان الآن الوقت حتى إنه جسمك الصغير هذا يا عبد الله تعلمني بتثقفني تثقفني أثقفك في الاختلافات بين هذه الأجهزة المختلفة يا عبد الله عشان مرة ثانية لما صرت تحضر أفلام ومسلسلات تصير تعرف شو الفرق بينهم. يعني بعرف الفرق بين FBI CIA بالضبط مين وشو الشرطة وشو الجيش وما إلى ذلك يا عبد الله. وعلى فكرة حاخذ مثال النظام الأمريكي في ذلك. خلينا نبدأ رقم واحد بالجيش يا عبد الله ومهامه وحدود صلاحياته للجيش 6 أقسام. جاهز؟ جاهز. جيش محمد عدنان؟ لا ورب هذا قوي كثير 17 مليون هذا واكثر قوي كثير جيشين. واحد الجيش ارمي. حلو يعني في قسم اسمه الجيش. نعم. حلو نروح للثاني. الثاني سلاح المشاة او المارينز سمعت عنه؟ بدلتهم روعة والله. ثلاثة سلاح البحرية نيفي. واضح قدامي وضع شمس. أربعة الاير فورس اللي هو سلاح الجو. نعم. خمسة معشوقي السبيس فورس وهي ما عندنا طبعا سلاح الفضاء. 6 خفر السواحل اعرفهم الكوست جارد في البحر موجود دائما اسمه خفر السواحل بيعرفوا على الاخر طبعا. وزي ما هو واضح يا عبد الله المهمة الاساسية للجيش هي الدفاع عن حدود البلاد سواء الجوية او البحرية او البرية او الفضائية. هون رسميا بنتهي دور الجيش. ولحظة الجيش على فكرة ما عنده سلطة القاء القبض والاعتقال والتحقيق لا يمتلكها. الحين بنجي للشرطة يا عيني عليك سلم عليك بس الشرطة مش انا راح احكي لك عنها خليها لبعدين. حلوة وايد قوية حبيتها والله وايد. تعال الان احكي لك عن CIA اسم دائما نسمعه وبنعرف ايش هو شو بيسوي. لحظة هاي قسم بروحه غير الشرطة للحين ولا إله دخل لا بالشرطة ولا بالجيش ولا كلام كبير تثقيفي. اعترف يا عبد الله انك ما بتعرف شو هي CIA اول مرة تعرف الان. لا انا اعرف معناها بس انتظر منك شرط. ايش سمعني هي اختصار لايش؟ سنترال ايوه انتليجنس ايوه ايجنسي. ورب الكعبه انك فنان ومثقف يا انسان ولا افلام المسلسلات ولكن لا تعرف ما صلاحياته وتوزيعه ابدا. نقول الرحمات تعكتب المشاهدين رسميا جديدة هذه عبيتها والله. باللغة العربية هي وكالة الاستخبارات المركزية. من اسمها يا عبد الله مهمتها استخباراتية بحتة. معلومات نعم بتركز على جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتصيد الناس والاستماع والتنصت وما إلى ذلك وانت عارف ودائما بيجيبوهم قاعدين على كمبيوترات وبيقولون كل شيء عندهم رسمي. كل شيء في حياتي أنا وياك وتفاصيلهم عندهم. لا 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 يسمعون كل شيء مكالمات آخر الليل طيب. شيء بيعرفوا مكالمات آخر الليل مع مين مش متزوج مالك إيش فيه مع لا حزات اتصلك نحش في ناس وشي صحيح بس بيسمعوا بيعرفوا عنا يعني الخوف شفتي بالصراحه لو بيسمعوا كان حلقه الجرائم في الموسم الاول سجلنا عليها صحيح طيب السي اي جمعت المعلومات الاستخباراتيه بعدين لازم توصلها لحدا مين يا على الجيش يا على الاف بي اي على حسب التخصص والمصيبه اي صح يعني لو معلومات استخباريه عن الدوله وحدودها بيروحون للجيش انت بارك الله لو فيه. معلومات استخباريه عن سرقه معينه داخل بنك او شيء بيروحون للشرطه وبرضه يا عبد الله السي اي ما عنده سلطه الاعتقال والتحقيق مع الناس برضه نيجي الان للشرطه انطرهم من زمان بوليس والشرطه في خدمه الشعب هم الاكثر تواجدا في الشوارع فعلا يا عبد الله لانه مهمه الشرطه الاساسيه هي انها تحمي الدوله من اي خطر او جريمه وعلى عكس الجيش والسي اي اي الشرطة عندها الحق الكامل بالتحقيقات والاعتقالات وتوجيه صح. الاتهامات نعم بس تفهم الغريب يا عبد الله في أمريكا سلطة الشرطة فقط تقتصر على الولاية يعني الشرطة اللي في لوس أنجلوس ما لخص في كنتاكي مثلا إنسان ضعيف عادي مواطن عادي أو بتلاقيه في نيويورك قاعد عادي إنسان عادي ليش عادي يقدر يمشي ترى يتسوق عادي إنسان لا 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 إنسان ما هو لأنه إنسان خليه يمشي إنسان عادي خايف من الشرطة آخر بيمشي في المكان ولا نرجع ليه ليش صار حيوان ما فهمت والله ليش زين ليش يرجع جبار يحب المبالغة يحب زين راح تكساس يرجع إنسان زين عادي صغير والآن يا عبد الله ننتقل للقوة الكبيرة العملاقة FBI دائما اسمعهم ويخرعون في الأفلام أصلا بحد ذاته اختصار اسمهم صعب جدا وهي اختصار يا عبد الله لفيدرال بيرو أوف إنفستيجيشن أي باللغة العربية التي أعشقها وأتنفسها مكتب التحقيقات الفيدرالي زي ما تشوفها بالترجمة بالأفلام والمسلسلات زين محمد شنو الـ FBI شنو شو قوتهم بعرفهم عدل كل هم الـ FBI يا عبد الله إنهم يحموا الولايات المتحدة الأمريكية من التهديدات المحلية عندهم أوكي يعني شوي من مهام الشرطة فهمت أحسنت يا عنيف أي جريمة منظمة بس الفكرة وين إنها تكون محلية جوا الحدود داخل البلد مش برا وعندهم زي الشرطة حق الاعتقال والاتهام والتحقيق والتجريم كل إيش عندهم بتعرف إنه العميل الفيدرالي يا عبد الله مش زي الشرطي الشرطي بس بيشتغل في ولايته وبراه شو اللي بصير بنفس بصير ضعيف أما العميل الفيدرالي عنيف جبار في الولايات الخمسين كلها رافع راسه عنيف يعني وزير في الشطرنج
وزير في الشطرنج يتحرك وين ما يبي وين ما بده. انا عميل فيدرالي. ويا عبد الله كلمه فيدرالي من وين اجت الكلمه؟ فيدرال من الولايات. الولايات المتحده الامريكيه عباره عن ولايات ولكن كلهم بيجوا داخل دوله واحده فصار اسمه نظام فيدرالي. قيم الان يا عبد الله تقسيمي للشرطه والجيش والاف بي اي والسي اي اي واللي هم موجودين في كل الدول. والان انا فصلت لك اياهم تفصيل جبار جدا ما انزل الله به. والله لو تقرا قران خلاص في مخي انا التقييم خلاص الان 8.8 مثل ما اعطيتني وتستاهل. شكرا يا اخوي. طيب عبد الله نشوف مين فاز يا عبد الله في الحلقه رسميا. عبد الله مبروك عليك يا اخوي فزت. الله يجزاك خير. واضح الجرائم لصاحبها. وبشذي نكون خلصنا الحلقة المنتظرة في عالم الجرائم. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وتثقفتوا في عالم الجرائم الغريب العجيب. دائما نحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها ونقول الله يبعدكم عن المخدرات. التربية يا إخوان التربية والله والأساس. اللبنة الأولى هي في البيت. هذه مسؤولية الآباء والأمهات. إن شاء الله لكم استمتعتوا معنا في حلقة اليوم الجريئة. وما تنسوا يا جماعة أنه في $1000 جائزة لإنسان قاعد بتابعنا الآن. كل عليك أنك تضيف معلومة عن عالم الجرائم في حساب عبد الله على الإنستغرام في البوست اللي حينزله عن الحلقة. ولا تنسون هاشتاك تحدي المعلومات في تويتر. أبي رأيكم في الحلقة هذه بالذات. أحلى المشاركات رح نحطها في نهاية الحلقة بعد شوي. لايك شير وتفاعلوا معنا في التعليقات. نراكم على خير يا أحباب. سلام.